بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انتوا شايفين القطط كده ملمومة على سمك. ده طبعا من أجمل الوجبات اللي بتحبها القطط. بس كنت عايزة أقول لكم ملحوظة مهمة جدا، إن الوجبة السمك ديت لازم تكون، يعني شوف بيتخانقوا مع بعض. طبعا الوجبة دي خلي بالكم لازم تكون مرة بس، واحدة في الأسبوع، علشان طبعا اللي هم القطط طبعا بتتضرر من سقوط الشعر، فهي وجبة مفيدة بالنسبة لهم، بس الاستخدام الكتير ليها خطأ. يعني ما ينفعش أديهم سمك كل يوم، هي تكفي مرة وجبة واحدة بس في الأسبوع. طبعا طبعا لما بدنا نجيب لهم سمك في مرة في الأسبوع، يعني بيقتلوا بعض عشان السمك. شايفين طبعا الكبير، يعني بص مش مخلي أي قطة من الصغيرة تقرب ناحيته لغاية ما يشبع. طبعا الوجبة الأساسية بتكون يا جماعة خضروات زي كده، زي ما انتوا شايفين بتبقى بطاطس وجزر وكوسة، كمان بيبقى مقطوع عليها كمان كوسة. بس طبعا هم عشان موجود السمك دلوقتي، فهم يعني بيقتلوا عشان السمك، أهم حاجة عندهم السمك. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.